سلام صحباتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت باش نشارك معكم شنو خديت هاد المره. ماشي هاد المره ماشي الحوايج، شي حاجه ديال الدار. انا متاكده الا كنتو كيعجبكم داكشي كومتي اول والديكوراسيون داكشي غادي يحمقكم. هادشي اللي خديت شاركت معكم في انستغرام وحمقكم، لهذا كنت نشاركو معكم هنايا بالنسبه للبنات اللي ما عندكمش انستغرام. وكيف العاده حطيت الكارطونه بعدا حقاش ثقيله عليا، وكيف العاده غنخلي لكم الكود برومو هنايا وغنخلي لكم جميع الروابط. وما تنساوش البنات راه كاينين تخفيضات زوين بمناسبه بلاك فرايداي، لهذا دخلوا ابتداء كي تشوفوا هذا الفيديو تحط راه صافي كاينين تخفيضات استغلوهم. ومهم وبالنسبه للكود برومو لا ما لقيتش هذا خدام ديما دخلوا الانستغرام سولوني، ولا شوفوا في البروفيل ديالي في انستغرام ديما كنكتواليزي لكم الكود برومو اللي كاين حاليا. ودابا سين نوريكم شنو خديت هذه المره. غنبدا باول حاجه هو هذا السيت هذا البنات اللي كيجي كيحمق، اللي كيجيو فيه البنات هاد الزليفات هاد الزاج، وهذا خشب ديال الكاليتي زوينه، خشب ديال الكاليتي، خشب زعما اللي هو الكاليتي ديالو مزيانه. المهم غنخليكم هنا الفيديو تشوفوهم كيفاش كيجيو، عرفتو كيحمقوا وكيجي معاهم البلاطو ديالهم ها هو الداخل. المهم غنتم نخليكم هنايا من الفيديو، عرفتو شي حاجه البنات كنصحكم بهم لانه شي حاجه كتحمر الوجه. زايد انكم تقدروا تستعملوهم بحال هكا الزبده ولا اي حاجه لي فخوي سيك، وحتى مثلا البنات اللي كيوجدوا مثلا ديك الشيا باش يفطروا بها يا الهي قوس عليهم زوين. حتى البنات اللي كتبغوا توجدوا الفطور مثلا بالشوفان ولا شي حاجه كيتسدوا مزيان، تقدروا تحطوهم في الثلاجه وصباح تنوض تهزهم وتفطروا. صراحه زوينين البنات كنصحكم بهم. وخديت البنات هذه ديال الزبده اللي شي حاجه طوب كنوريها لكم، انا متاكده غتعجبكم، اللي كتجي بحال هكا ديال سيراميك. شوفوا هنايا الزبده بالانجليز، كيجي معاها المزيل اللي هو سيراميك من هنايا. صراحه الطوب كيلصق في بلاصتو، وشوفوا كيفاش كتفتح يعني كتسد مزيان، شفتوا يعني في هذا البلاستيك اللي كيخلي باش ما يدخلش البرد للزبده وداك الشيء. وغزاله صراحه هكا في التقديم تحطوها في الطبله ديالكم، وفي المثالي ولا تحطوها في الثلاجه ولا في شي بلاصه اللي تكون بارد الحال، وها هي يعني ما تقدر تدخل لها حتى شي حاجه مخيره وشيك وشيك تقدروا تقولوا لهم شيك. وي غزاله متيوله كما لاحظتوا، خديت بزاف ديال الحاجات خاصه غير بالخشب لان بغيت نحيد داكشي ديال الذهبي والنقري وداكشي. صراحه وليت كنميل اكثر لهادشي ديال الخشب، وغادي ما استخدمش حاجه اللي ما كتسدي موضاش، وكتجي زوينه صراحه. ما كتجيني شي حاجه اللي كتجي بسيطه وزوينه في نفس الوقت، يعني ماشي بحال الذهبي وداكشي. الا كان الذهب مثلا عندك البلاطو بالذهبي خصك يكون البرد بالذهبي وكيسان بالذهبي، انا داكشي الصراحه ما كيعجبنيش. لهذا كنت علاش لا غنقلب كلشي خشب باش ما بقاش حتى تهيت كيسان بالذهبي، ناخذو بالذهبي تهيتو بالفضي بالفضي بالنحاسي بالنحاسي، يعني ما نبقاش انا خصني ضروري الطبره ديالي كلها تكون ذهبي ولا هكذا. هذا خشب شي حاجه اللي كتماشى مع كلشي، وكتبان الصراحه بسيطه كما قلت لكم. انا وليت مؤخرا كنميل للبساطه. المهم كيجيو في كارطونه، كيجيو كل حاجه بلاستيكه ديالو، نخليكم هنا واحد الفيديو باش تشوفوا. وكيجيو بحال هكا، كتجي هادي صغيره، هذا الخشب ديالهم واعر الى ما خفش الخشب ديال البامبو. كما كتعرفوا البامبو اللي هو واحد الخشب زوين، واخا يبان لكم الثمن ديالهم شويه طالع راه شي حاجه اللي مزيانه وغتبقى لكم بزاف. كنت خديت من عندهم ديال السيليكون داكشي، مي صراحه كما قلت لكم ما كاينش احسن من الخشب في كلشي، كلشي صراحه في الطياب وهذا تيقولوا بان الخشب مزيان ماشي دار، شي حاجه طبيعيه صراحه ما كاينش احسن منها. وخديت هذا البلاطو البنات اللي تاهو كما كتشوفوا كيجي غزال انتما التقديم وكلشي. تقدروا ديروا حتى هكا الا بتحطوا وسط الطبله اللي عندهم طبله كبيره وديروا فيه الديكوراسيون، تقدروا ديروا فيه اللي بغيتوا. غزال صراحه الله خفيف، عجبكم البنات؟ شفتوا في التقديم شحال غزال، صراحه ما كاينش احسن من الخشب. وخديت هذه البنات لهذه ديال الكيكه ولا ديال تحطوا فيها الموفينز ولا اللي بغيتوا. هاوريها لكم هانتوما هنا كلشي شي وصلنا فيه الزاج وكلشي وصل امان الله كما كتشوفوا، حتى حاجه ما وصلتني هرسه ولا شي حاجه. كما شفتوا كيجي هذا بهذا الحجم، كتجي هذه ديال الخشب وكتجي فيها حتى الدور باش تدوروا هكا في الطبله. تقدروا تستعملوا غير هذه بوحدها فشي حاجه اللي زعما تاكلوا هذيك الساعه، سينو مثلا كنتي كتوجدي شي مائده مثلا ديال مريم ولا شي حاجه عندك الضيف وتوجدي لك شي على تيساع مثلا شي الحلوه اللي كتكون واجده قبال وهذا تغطيوها وكتبقى يعني عاطيه منظر زوين في نفس الوقت ما تقيسها حتى شي حاجه. شي حاجه زوينه البنات. ودانيا خدات هذا الريبورن بيبي كما كيقولوا ليه، المهم مونيكا اللي كتجي هكا شويه كبيره. ضحكتني صاحبتي كانت شافت دانيا هزا، كنا دايرين فيديو يماله وشافت دانيا هزا وكتقول لي شنو داكشي هزا دانيا اش داكشي. لحقاش صراحه شويه كبيره المونيكا هانتوما. المهم بالنسبه للبنات تشوفوها هانتوما عن قرب كتجي مونيكا مونيكا، وهنايا مونيكا مونيكا زعما بلاستيك كما كتعرفوا لا سيليكون، هما دايرين زعما بحال البلاستيك ديال التا كاليداز، وهنايا كتجيب البونش وكيجي معاه نيت هاد البودي وكتجي معاه هاد البويندا. ودنيا كانت صراحه باغاها
كما كتشوفوا هانتوما كان دانيا عجباتها بزاف وقلت بروفيتي وخديتها ليها وخديت الفيز بحال اللي كان فيه اللي وريت لكم البيت ديال دانيا. الصراحه زوين هاد البنات كننصحكم بهم ولا كتبوا تاخذوا شي فيوزات الثمن زوين وهكا البنيوتات ولا حتى البيت نعاس لها البنات اللي كيعجبكم الغوز زوينين والثمن ديالهم جد مناسب ما كتحتاجوا لا بول لا والو لحقاش كيجي فيهم الضوء ليد يعني كتجي معاها كتجي بحال هكا تسنى. المهم انا نخليكم هنا الفيديو احسن تشوفوا بلا ما نقلب تحت هذا الشيء وصافي كيجي فيها الكابلي انا درت ليه هذا مي هو كيجي بحال هكا اغلبية دابا كلشي ولا هكا وصافي كتخدم من هنايا ما فهمتش كيفاش عارفه الضويه ما دايرهش في البيز شتي البنات ياك ديك ميدي فيها الضو والله ما فهمت شنو وقع دابا. المهم شفتوا لي شفتوا وصافي حبيبتي هادشي هو اللي خديت هاد المره الفيديو خفيف ظريف هادشي هو اللي خديت هاد المره ما تنساوش ديروا لايك اللي تعجبكم فيديوهات بحال هكا وخليوا لي تعليقكم زوينين كنقراهم كاملين الا تعطلت مجاوبتكمش والله الا غير الوقت مي كنفرح بزاف فاش كنشوف تعليقكم زوينين. شكرا 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 بزاف البنات اللي ديما معايا من شحال هذا وباقيين ديما معايا شكرا بزاف والله العظيم يعني تقريبا كاين شي بنات اللي تعرف السميه ديالهم بدرجه ما كان كيخليوا لي التعليق من شحال هذا لحد الان يعني شكرا على الدعم بزاف والحب ديالكم وكنتمنى لكم كل حاجه زوينه وتهلاو ليا فراسكم. ما تنساوش البنات دوزوا عندي في تيك توك غنبقى نشارك معكم داكشي كلشي اللي ما كنقدر نشارك معكم هنايا بحال ماكياج منتجات دغيا دغيا تماك فيديو ديال دقيقه غنبقى فين ما نستعمل شي حاجه شي نهار عجبتني نشاركها معكم تماك دغيا وتقدروا تستافدوا لهذا نبقى يوتيوب مره مره والتيك توك نحاول نكون تماك حاضره وتكونوا معايا حتى نتوما وتشوفوا داكشي اللي المهم تستافدوا من شي حاجه الا قدرت نشارك معكم شي حاجه. يلا بوسه كبيره تهلاو ليا فراسكم حتى نتلاقاو فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم.